حيا رجاني ارواح انتباهك بعد هذا العيانين بصح فرحانين بزاف ونستاهل واد الفوز نظن بلي هذايا يوري بلي نهنيكم يعني هنا الله يسلمك الله يسلمك وادينا نهدي انايا الجمهور الرياضي الجزائري واللي سيبورتر دو لا جي اس كا ومبروك علينا سي بن قاسم با مسيو بن قاسم راست توجور لو بلوز هورو دي بريزيدون ما ما امبرسيون كوز دي سوكسيس نو ترافاي بوكو بور بور غاني بي فار سيت سوكسيس بينا على كل حال حنا رانا فرحانين ب بالاجي اس كالي جابت معها الكاس افريقيا الشبان تاع القبائل كانوا يعني هما اللي يعني باش يربحوا المقابله خصوصا كي يشوفوا على المقابله الاولى والثانيه يعني على جوج مقابلات يعني يستاهلوا فوق اللي يلزم هذا الكاس افريقيا. كيف كانت الرحله تاعكم يعني الى لوزاكا و... لا لاباس والجماعه اللي تاع لوزاكا قاموا بجماعه ومقابله كانت في لعبت في جو يعني رياضي. Je suis en train de revivre l'année 81. C'est la deuxième coupe que je vais offrir à tous les supporters, à tous les Algériens. Au départ, déjà, j'étais confiant, j'étais optimiste. On a fait le maximum, on a fait un très bon match. Et on a remporté cette Coupe d'Afrique. Je l'ai dédié à tous les Algériens, à tous nos supporters et surtout à toute ma famille. L'intérêt, c'est que, alhamdoulilah, c'est le montage. ثم كنا تمنينا نحققوا نتيجه ايجابيه باش ندخلوا الجزائر ندخلوا فرحانين والحمد لله تمكنا من الانتصار واني فرحان بزاف بهذه النتيجه هذه. كل لاعب يتحصل على كاس كيما هذه انا فرحان بها كثير ونهديها لكل الجمهور والاحباب. بوسيد القبائلنا اللي سيبورتيرنا فرحنا طاس دونك الجزائر مره وني تري كونتون دو سيت فيكتوار فينال اي جو لا دي ديال كل بوبل الجيريا. سي ماتو ما هو يعني رايك في الانتصار هذا بما انك كنت معاهم في لوزاكا يعني؟ انا معي كنت في لوزاكا مقابله يعني سيتي اون رود باتاي ايل فالي غاني لازم يعني بور كو لو بوبل الجيريان سوا ساتيسفي سي لو بو كادو دو فان داني كون بيس اوفيري كي نو زامي اوفير على الجيريا اونتيا. شبيبات العب عني شبيبات العب عني